دكتورة سمية مبروك، الله يبارك فيك. مرسي. قولي لي بقى ايه الصعاب اللي واجهتك كدكتوره مع اللعيبه دي، وايه اكتر الاصابات المنتشره في لا بصراحه هو كان اصعب حاجه ان احنا لعبنا 4 ماتشات ورا بعض او توقيتات مختلفه. طبعا كانت اصعب حاجه عندنا هي طبعا المستشفى، وان الفاسيلتيز اللي موجوده عندك في الاوتيل مش مساعداك خالص ان انت تعمل اي حاجه. فانت يعني كدكتوره، فانا شغاله من اول ما بنخلص الماتش لحد ما بيناموا. هم طبعا عشان بروفيشنال ففاهمين كويس قوي المفروض يعملوا ايه نفسهم، ولما يحسوا بايه يعرفوا احنا عندنا ايه دلوقتي، احنا محتاجين ايه نعمله علشان نقلل ليه مثلا اكتر جهد حاجات كانت تشد مثلا اجهاد في الشد. العضلات. طبعا الاجهاد اللي ظهر من بعد تالت ماتش، يعني تالت ماتش بقى كان خلاص محتاجين يريحوا جامد، محتاجين نعمل ريكفري جامد، هو ده اللي احنا اشتغلنا عليه يعني الحمد لله. طب وانت كان عندكم امكانيات هناك للريكفرنج وحاجات كده؟ لا ما انا بقول لك هي كانش في الفاسيلتيز اكلست مش مساعده بصراحه خالص. كنا في الاوتيل مش مساعد، ما كانش فيه ولا سبا ولا اي حاجه، فطبعا اشتغلنا بقى مانيول، يعني مانيول بالظبط، بايدينا بس الحمد لله الحمد لله جابت نتيجة. الحمد لله قوي.